السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم نحضر وصفه بالسمك الكابيو افيك صوص بلونش بصلصه بيضاء. مكونات لتحضير هذه الوصفه: سمك نتاع الكابيو، تقدروا تحضروه باي نوع تاع سمك واحد اخر. عندي البصل قطع رقيق، عندي سنينة تاع الثوم لهنا يا ربي ثوم، ان سيترون حبة قارص، وشوية زبدة، توابل فلفل اسود، فلفل عكري حار، ملح، شوية زنجبيل، ثوم طحون، وعندي الزيت. ودركا نروحو نتبلو هذاك البواسون. درت له هذوك التوابل. في التوابل تقدروا تزيدوا واش تحبوا. نزيد لهم شويه زيت من الفوق، ونعصر لهم شويه قارص، ونخلطهم مليح. ونديرو في الفريجيدار ونخليه يتمارينا. هنا في مقلاة ندير شوية زبدة، نزيد شوية تاع زيت، ونزيد هذاك البصل، نزيد هذيك الكميه تاع الثوم، ونخليه يتقلى شويه. دوك انا نشد هذيك الليمون عصرو، من بعد ما دبل مليح هذاك البصل زدت له لاكريم فريش، ولا ما عندكمش لاكريم فريش تقدروا تعوضوها بالحليب، وديروا له واحد خمس حبات تاع فرماج ولا ياغورت طبيعي. في الاخير زدت هذاك جو تاع سيترون، العصير الليمون، وزدت لها شويه فلفل والملح. طالعه شوفوا لاصوص كيف خرجت عاقده. هنا في مقله واحده اخرى درت شويه زبده، وزدت شويه تاع الزيت، جبت هنايا الثوم قسمت هكذا حبه على زوج، هي بقشورها عشوائيه هكذاك. ندير هذوك الاطراف تاع الكابيو يتقلاو، بعد ما طابوا من جهه قلبتهم من جهه واحده اخرى، ودركا
نديرهم في طبق تقديم، وهنايا قدمتهم مع الروز، وندير هذيك الصلصة من الفوق. ونزيد شوية فوق الروز، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها، ونتلاقاو في وصفات واحدة أخرين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.